امبارح كمان كان في مباراة جميلة جدا على هامش قرعة دوري الوزارات اللي كنا اتكلمنا عليها مع كل حضراتكم قبل كده، وانه لأول مرة بينظم في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. المباراة شارك فيها وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي وأيضا مجموعة من نجوم كرة القدم منهم عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر، وبطبيعة الحال الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب ووائل رياض وأسامة عبد الكريم ومعتمد جمال ومعتصم سالم، وأيضا الحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش. أنا شايفة صورة فيها عناصر نسائية، بس هل لعبوا ولا لا تفتكر؟ لا متهيألي يمكن كانوا من ضمن الحضور، أو قد يكون بدل ما أقول لك معلومة. عايزين مضمنة. نعمل إحنا عندنا بقى برضو كده مرة نلعب ماتش ونلعب مع بعض، نجيب اللي هو الرجال والنساء برضو مع بعض بتوع القناة ونبتدي نلعب ونشوف كده الدنيا هتوصل لإيه. بس خلي بالك والله ممكن، أو هو إحنا أعدادنا أقل فممكن برضو يبقى في عناصر نسائية. ممكن نعمل تقسيمة هنا في الاستوديو على فكرة، لو جبنا الحاجات دي على جنب هنا تبقى في الملموم كده، نعمل إيه بطولة على الضيق مع نفسنا. لا بجد والله تبقى حلوة لو عملناها. والله ليه لأ.